عقدت بمجلس النواب جلسة مباحثات برلمانية بحرينية أردنية مشتركة برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي المهندس عاطف يوسف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني. وقد أكد الجانبان على تفعيل التعاون البرلماني ورفض التدخلات الخارجية الأجنبية في الشؤون الوطنية الداخلية وأية محاولات لدعم الإرهاب والعنف الذي تشهده المنطقة وضرورة أمن واستقرار الدول والشعوب. كما بحث سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة والسعي لدعم المشاريع والبرامج التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدين الشقيقين. وعلى الصعيد ذاته التقى الوفد الأردني بمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من الأعضاء، حيث أشاد الوفد بما تحقق لمملكة البحرين من إنجازات ومكاسب في مسيرتها الديمقراطية ومشروعها الإصلاحي في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والعلاقات المتميزة مع أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظهم الله. اليوم عقدنا اجتماع جلسة مباحثات رسمية برئاسة رئيس مجلس النواب الأردني، تطرقنا فيها إلى العديد من النقاط، أهمها طبعا بحثنا سبل تعزيز العلاقة البرلمانية بين البرلمان الأردني والبرلمان البحريني، وكذلك بحثنا دور المجلسين في تعزيز أمن واستقرار البلدين، وبحثنا أيضا في موضوع تنسيق المواقف بين المجلسين في المحافل الدولية. التقينا وأيضا مجموعة كبيرة جدا من السادة رؤساء اللجان في المجلسين وتبادلنا وجهات النظر، وإن شاء الله سنكون على أتم الاستعداد للتعاون في المحافل الدولية على جميع القضايا المشتركة. احنا لدينا لجنة صداقة وأخوة برلمانية بحرينية أردنية مفعلة بشكل كبير، وقد تم يعني زيارات كثيرة ما بين البلدين الشقيقين. طبعا علاقاتنا المتميزة مع الأردن الشقيق هي علاقات نحرص دائما على يعني توطيدها ودعمها في كافة المجالات.